الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، صدق الله العلي العظيم. حديث شريف وملاحظتان. الحديث الشريف رواه الشيخ الصدوق في كتاب معاني الأخبار، بسند موثق على الأصح. عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عن آبائه صلوات الله وسلامه عليهم قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا الحديث الشريف أقراه بسرعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خلق نور فاطمة قبل أن تخلق الأرض والسماء. فقال بعض الناس: يا نبي الله، فليست هي إنسية؟ فقال صلى الله عليه وآله: فاطمة حوراء إنسية. قال بعض الناس: يا نبي الله، وكيف هي حوراء إنسية؟
كيف يمكن؟ حوراء أم إنسية؟ هي حوراء إنسية. قال صلى الله عليه وآله: خلقها الله عز وجل من نوره قبل أن يخلق آدم. إذ كانت الأرواح، فلما خلق الله عز وجل آدم عرضت، يعني عرضت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، عرضت على آدم. قيل: يا نبي الله، وأين كانت فاطمة قبل أن تخلق الأرض والسماء؟ إذن أين مكانها؟ قال صلى الله عليه وآله: كانت في حقة تحت ساق العرش. قالوا: يا نبي الله، فما كان طعامها؟ قال صلى الله عليه وآله: التسبيح والتقديس والتهليل والتحميد. فلما خلق الله عز وجل آدم وأخرجني من صلبه، وأحب الله عز وجل أن يخرجها من صلبي، جعلها تفاحة في الجنة، وأتاني بها جبرائيل عليه السلام فقال لي: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلت: وعليك السلام ورحمة الله حبيبي جبرائيل. فقال: يا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إن ربك يقرأك السلام. قلت: منه السلام وإليه يعود السلام. قال: يا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إن هذه تفاحة أهداها الله عز وجل إليك من الجنة، فأخذتها وضممتها إلى صدري. في بعض الأحاديث الشريفة: فأخذتها وقبلتها ووضعتها على عيني وضممتها إلى صدري. قال: يا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله عز وجل: كلها. ففلقتها فرأيت نورا ساطعا ففزعت منه. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال: يا محمد. صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما لك لا تأكل؟ كلها ولا تخف، فإن ذلك النور للمنصورة في السماء وهي في الأرض فاطمة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلت: حبيبي جبرائيل، ولم سميت في السماء المنصورة وفي الأرض فاطمة؟ قال: سميت في الأرض فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفطم أعداؤها عن حبها والعياذ بالله، وهي في السماء المنصورة، وذلك قول الله عز وجل: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. يعني جبرائيل يقول: يعني نصر فاطمة لمحبيها. هذا الحديث الشريف، وهو كما ذكرت لكم حديث موثق سندا على الأصح، ناهيك عن أن هذا المعنى إجمالا ورد في المتواتر من الأحاديث الشريفة. في هذا الحديث الشريف ملاحظات عديدة، حديث عظيم يتضمن نقاط مهمة. أذكر لكم ملاحظتين من هذه الملاحظات. الملاحظة الأولى: البشر كلهم
لهم جانبان. البشر جسم وروح. قيمة البشر بماذا؟ قيمة البشر ليست بأجسامهم، قيمة البشر بأرواحهم. الميزة الحقيقية، الفارق الواقعي بين أفراد البشر درجات أرواحهم. بتعبير دقيق، ولا أشرح هذا التعبير الآن، هذا التعبير يحتاج إلى الشرح. الفارق الميزة بين أفراد البشر بمصدر طينة أرواحهم، أؤكد، مصدر طينة أرواحهم ومستوى الطينة الأساسية الثمينة في أرواحهم. أمر على هذا التعبير. قيمة البشر بهذه، هذا بالنسبة إلى عامة البشر. المعصومون 14 صلوات الله وسلامه عليهم ليس لهم جانبان فقط، إنما لهم ثلاثة جوانب، ثلاثة أبعاد. بتعبير آخر، ثلاث مراحل: جسم وروح ونور. هذه المراحل الثلاث يعبر عن كلها، عن كل واحدة منها بالنور، بنور الله. لماذا؟ لأن أجسامهم الطاهرة مخلوقة كما في الأحاديث المستفيضة، طبعا وفيها الأحاديث الصحيحة، أجسامهم الطاهرة مخلوقة من طينة من أعلى عليين. هذه الطينة المأخوذة من أعلى عليين فيها نور الله؟ نعم قطعا. هذه بالنسبة إلى أجسامهم الطاهرة. أرواحهم كما في الأحاديث الشريفة مخلوقة من طينة من فوق ذلك، لا نعلم ماذا يعني فوق ذلك، فوق أعلى عليين، عليون أعلى منطقة في الجنة، أعلى عليين، أعلى الأعلى. على أي حال، هذا ما ورد في الروايات الشريفة. تلك الطينة التي خلقت منها أجسامهم فيها نور الله، فكيف بالطينة التي خلقت منها أرواحهم؟ لا أقول كمية أكثر، لا نعلم، لعله كيفية أعلى، لعله شيء ثاني، ولكن يوجد من نور الله سبحانه وتعالى في تلك الطينة التي خلقت منها أرواحهم. عندما نقول طينة، طينة يعني ماذا؟ يعني خليط. هذا الخليط تعبيرنا هكذا، تعبيرنا لعله ليس دقيقا، حدودنا صغيرة، حدود عقولنا صغيرة. تعبيرنا أنه جزء من هذه الطينة نور الله، من نور الله سبحانه وتعالى، وهناك عناصر ثانية أيضا حتى تكون كلمة طينة. طينة يعني ماذا؟ يعني خليط، يعني أشياء مختلفة، عناصر مختلفة
اجتمعت شكلت هذه الطينة، هذه العناصر المختلفة من نور الله فيها. وهناك أمور أخرى، عناصر ثانية، عناصر ثانية لا شك أنها عناصر قدسية، لا شك أنها عناصر علوية، ولكن بالنتيجة هناك عناصر ثانية. هذه الطينة التي خلقت منها أجسامهم، وهذه الطينة التي خلقت منها أرواحهم. أما بالنسبة إلى نورهم، نورهم خلقه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق أي شيء. يعني ماذا؟ يعني ما كانت هناك طينة، يعني ما كان هناك خليط، ما كان هناك شيء آخر أصلا. الله عز وجل خلق، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا أول شيء. أول شيء يعني ماذا؟ يعني ما كانت هناك أمور أخرى، عناصر ثانية يخلطها الله سبحانه وتعالى، يصنع منها طينة، من هذه الطينة يصنع نور الله، نور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لا، ما كان شيء ثاني، أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. فإذن أنوارهم خلقت من نور الله الخالص. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما كانت طينة، ما كان أي شيء آخر. هذه المراحل الثلاث لخلقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كل مرحلة منها يعبر عنها بنور الله، بالنور، لأنه بالفعل في كل مرحلة يوجد نور. المرحلة الأولى خلقت من نور الله الخالص، مرحلة عالم الأنوار. المرحلة الثانية فيها أرواحهم، فيها من نور الله. المرحلة الثالثة فيها من نور الله. ولذا يعبر عن كل مرحلة من هذه المراحل بالنور، بأنها خلقت من نور الله بالفعل. أيضا أقول تعابيرنا غير دقيقة لعلها، ولكن كتعبير أقول المادة الأساسية لأرواحهم وأجسامهم أيضا النور، نور الله عز وجل. الحديث الشريف الذي ذكرته قرأته لكم، هذا الحديث يتحدث عن نور فاطمة. أي مرحلة؟ عن المرحلة الثانية. هذا الحديث يتحدث عن نور روحها، لا ذاك النور الذي خلق من نور الله الخالص. هذا الحديث حديث عن روحها التي كانت من نور الله سبحانه وتعالى. الملاحظة الثانية، أجسام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام خلقت من أعلى عليين، وكما ذكرت لكم هذا وارد في المستفيض من الأحاديث الشريفة. خلاصة الطريقة، خلاصة ما ورد في الرواية الشريفة، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق الإمام، أي واحد من المعصومين 14 صلوات الله عليه، أرسل ملكا وأمره أن يذهب إلى تلك المنطقة العليا واسمها عليون. هناك يوجد ماء مخصوص أن يأخذ شربة من ذلك الماء ويأتي بها إلى أب ذلك الإمام ويسقيه له. هذه الشربة ليست من مواد أرضية دانية بحاجة إلى تفاعلات إلى أن تصل إلى النتيجة، لا، هذه شربة من الجنة. فورا تنتقل هذه الشربة، هذا الماء ينتقل إلى شيء مثل النطفة، وهكذا ينتقل نور كل واحد منهم من تلك المنطقة العلوية إلى أب ذلك الإمام وثم إلى أمه إلى أن يولد.
إلى أن يكون ها إلى أن يكون جسم طاهر مخلوق من طينة طاهرة علوية فيه تلك الروح العظيمة. هذه خلاصة ما ورد، ما يستفاد من الروايات الشريفة، بل ما تصرح به الروايات الشريفة. طبعا تعلمون الشيء في الدنيا، كل شيء في الدنيا تخلقه أيدي الملائكة، كل شيء من البشر إلى الشجر إلى المطر، كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، أيدي ملائكة تخلق الأشياء. جميع التصرفات في هذا الكون بأيدي ملائكة. أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا أقول أنوارهم التي كانت في عالم الأنوار، حتى أرواح أهل البيت، حتى أجسام أهل البيت صلوات الله عليهم، في الحديث الشريف أنه لا يلي أمر خلق الإمام، مضمون الحديث الشريف، لا يلي أمر خلق الإمام إلا الله سبحانه وتعالى ولا غير. الله سبحانه وتعالى يتولى خلق الإمام بيده. الله عز وجل ليست له يد ظاهرية مثل أيدينا، حاشا لله، هذا كفر أن يكون لله سبحانه وتعالى يد ورجل. لا، الذي له يد محتاج إلى حيز، محتاج إلى مكان. الله عز وجل ليس محتاجا، الله هو الغني الحميد. الله ليست له يد. عندما نقرأ تعبير بيده، الله عز وجل صنع شيئا بيده، بيده يعني من دون وجود وسائط، يعني مباشرة، يعني أمر مباشر. خلق الإمام الله عز وجل ما جعل فيه واسطة، ما جعل فيه واسطة. أنا تحليلي أنه لا يمكن أن يكون هناك واسطة، الملائكة لا تتمكن، الملائكة لها قدرات، قدراتها محدودة، قدرات الملائكة لا تصل إلى خلق أرواح المعصومين عليهم الصلاة والسلام، لا تتمكن، شيء فوق طاقتها، فوق قدراتها، ولا تصل إلى مستوى قدراتها، لا تصل إلى مستوى خلق أجسام أهل البيت. إذن الملائكة ماذا تصنع؟ تنقل. هذا الملك الذي يأخذ شربة من الماء ذاك يأتي به إلى أبي الإمام، هذا مجرد واسطة في النقل، لا واسطة في الخلق. بالنسبة لي ولأمثالي، الملك هو الواسطة في خلقي، في خلق جسمي، في خلق روحي لعله. بالنسبة إلى المعصومين عليهم الصلاة والسلام، حسب هذا الحديث الشريف، لا توجد واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقتهم. نعم، الواسطة هي التي، هذا الملك الذي يأتي ينقل، الواسطة فقط مجرد نقل، لا واسطة في الخلق. هذه خلاصة طريقة خلق أجسام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإيداع تلك الأرواح الطاهرة العلوية العظيمة في تلك الأبدان الطاهرة. بالنسبة للصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، الطريقة كانت مختلفة. كل واحد من المعصومين عليهم الصلاة والسلام له ميزات، له خصائص تميز بها عن بقية المعصومين عليهم الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أشرفهم وأفضلهم له ميزات، ناهيك عن أنه أفضلهم، ناهيك عن أنه أفضلهم، له ميزات. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام له ميزات، الصديقة الكبرى لها ميزات، الإمام الحسن له ميزات، الإمام سيد الشهداء له ميزات، المعصومون عليهم الصلاة والسلام لكل واحد منهم ميزات. الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها لها ميزات في طريقة خلق جسمها، لها ميزات في طريقة نقل ذلك النور،
نور روحها الطاهرة، في نقل ذلك النور من ذلك المكان العلوي إلى هذه الأرض. هذه الطريقة كانت مختلفة، كانت مميزة بالنسبة إلى المعصومين عليهم الصلاة والسلام. ميزات عديدة. أولا ذكرت لكم أن الإمام عندما أراد الله عز وجل أن يخلقه يرسل ملكا، هكذا في الروايات الشريفة. بالنسبة للصديقة الكبرى صلوات الله عليها، والظاهر أن هذا خاص بها، لا يشاركها حتى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أبوها وهو أفضل منها. الصديقة الكبرى كما في هذا الحديث الذي قرأته قبل قليل لكم وأحاديث شريفة أخرى، الملك الذي جاء بنور روحها إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان ملكا من ملائكة الله العظام، وإنما كان سيد الملائكة جبرائيل سلام الله عليه. اللهم صل على محمد. هذه ميزة امتازت بها الصديقة الكبرى صلوات الله عليها في خلقته جسمها وفي نقل روحها الطاهرة إلى هذا الجسم. ثانيا، في بعض الأحاديث الشريفة ورد أن جبرائيل عندما جاء بهذه التحفة الإلهية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ظهر لرسول الله صلى الله عليه وآله بصورته الواقعية. جبرائيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله آلاف المرات، على أقل التقادير التي رأيت في الروايات الشريفة نزل أكثر من 12,000 مرة. يعني القضية ما كانت قضية مرة ومرتين، في يوم واحد لعله كان ينزل 100 مرة على رسول الله صلى الله عليه وآله، دائما كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا في بعض الروايات الشريفة أكثر، 24,000 مرة، في بعض الروايات الشريفة 60,000 مرة. على أقل تقدير رأيته 12,000 مرة جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بصورة عامة. طبعا غير رسول الله أيضا كان يرى جبرائيل أحيانا، بعض المسلمين أيضا كانوا يرون جبرائيل. جبرائيل له صورة واقعية، عندما كان ينزل إلى الأرض لا ينزل بتلك الصورة الواقعية، ينزل بصورة، أنا أقول صورة أرضية، صورة تتناسب مع الأرض. صورته الواقعية البشر لا يتحملون النظر إليها. القضية ليست قضية جسم ضخم، طبعا جبرائيل جدا ضخم، القضية ليست ضخامة جسم، ضخامة جسم ممكن الإنسان يرى ينظر، لا، هذا المخلوق جبرائيل عليه السلام مخلوق من نور. عظمة خلق شيء من نور ليست في حجم ذلك النور، في شيء ثاني. إجمالا البشر لا يتمكن أن ينظر إلى جبرائيل بصورته الواقعية، لا يتمكن البشر العادي. رسول الله صلى الله عليه وآله بجسمه، جسمه مخلوق من نور، عادي ينظر إلى صورة جبرائيل الواقعية. أنا لا أتمكن، عيني لا تتمكن، عيني عين ترابية، العين الترابية لا تتمكن أن تنظر إلى جبرائيل. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتمكن، مع ذلك جبرائيل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله لا بصورته الواقعية مرات عديدة. الآن لا أريد أن أثبت أنه متى كان، لأن ذلك بعض ذلك ورد في روايات العامة ليست معتبرة عندنا. على أي حال، إجمالا ظهور جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله بصورته الواقعية شيء قليل، موارد قليلة واستثنائية، حالات خاصة، موارد خاصة. إحداها لعله على ما ورد في بعض الأخبار، لعله في المعراج.
وموارد أخرى ذكرت الآن لست بصددها. إجمالا موارد قليلة. في بعض الرواية الشريفة ورد أن جبرائيل عندما جاء بهذه التحفة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ظهر بمظهره الواقعي. هذا استثناء ثاني. ثالثا في روايات شريفة أخرى، طبعا في هذه الرواية ما ورد هذا المعنى، في روايات شريفة أخرى أن جبرائيل ما كان وحده، إنما جاء مع جبرائيل ملكان عظيمان من سادة الملائكة وهما ميكائيل وإسرافيل. هؤلاء الثلاثة جاءوا بهذه التحفة من قبل الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا غريب خصوصا بالنسبة إلى إسرافيل، لعله بالنسبة إلى ميكائيل ليس بتلك الدرجة من الغرابة. ميكائيل كان ينزل، إسرافيل لا ينزل، إسرافيل مهمته أصلا لا ترتبط بالأرض. إسرافيل منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى يتهيأ، كيف يتهيأ الآن؟ يتهيأ لمهمة في آخر الدهر، ما عنده مهمة ثانية أصلا، إسرافيل لا ينزل. لعله كل موارد نزول إسرافيل إلى الأرض إذا أحصيناها لا تكون أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، ليس شغله هذا الأمر، شغله شيء آخر. في هذا المورد في بعض الروايات الشريفة أنه نزل جبرائيل ومعه ميكائيل ومعه إسرافيل ليأتوا بذلك النور، نور روح فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. محمد وآل محمد. هذا ثالثا. رابعا، الآن قبل قليل ذكرت لكم إذا أراد الله عز وجل أن يخلق الإمام يرسل ملكا ليأخذ شربة من ماء ويأتي بها إلى أبي الإمام ويسقيها بالنسبة إلى كل المعصومين عليهم الصلاة والسلام. بالنسبة إلى الصديقة الكبرى سلام الله عليها ما أودعت في ماء، أودعت في تفاحة، كما تؤكد هذه الرواية الشريفة التي قرأتها لكم، ويؤكد ذلك أحاديث شريفة أخرى مستفيضة. أنا ما وجدت بالنسبة إلى أي واحد من المعصومين أن نور روحه يودع في فاكهة. نور أرواح المعصومين أودع في تلك الشربة، ذلك الماء في تلك المنطقة العلوية. الصديقة الكبرى أودع نور روحها في تفاح. دققوا لعلكم تكتشفون أسرارا، لماذا أنوار المعصومين عليهم الصلاة والسلام أودعت في ماء، وأودع نور فاطمة نور روحها في تفاحة، طبعا في بعض الروايات الشريفة في أكثر من فاكهة، وذاك له تحليل آخر أيضا. إجمالا شيء استثنائي. خامسا وأخيرا وليس آخرا، موارد كثيرة من الاستثناء في طريقة نقل نور فاطمة إلى الأرض. خامسا وهو عجيب 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 غريب غريب غريب، أصلا تحليل هذه الكلمة صعب، هذه الكلمة الواردة في روايات أيضا مستفيضة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يتلقى هذه التحفة، لا أعرف كيف أعبر، كانت له فترة تهيؤ، هكذا أسميه أنا، تهيؤ لاستقبال هذه التحفة. من خاتم الأنبياء؟ من سيد الأولين والآخرين؟ أفضل خلق الله على الإطلاق، الذي كان في قمة قمم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، رسول الله هذا كان
كانت له فترة، أنا أسميها كذا، فترة تهيؤ. رسول الله يتهيأ، وهذا قطعا ورد، هذا شيء ثابت في الروايات الصحيحة، رسول الله تهيأ لتلقي هذه الهدية. هذا واقع، هذا ما حدث. 40 يوما و40 ليلة، تحليله صعب. أنا أدرك بأن القضية فوق مستوى طاقة عقولنا، ولكن هذا ما حدث. رسول الله صلى الله عليه وآله دائما هو في قمة القمم، في كل لحظة هو في قمة القمم. تهيؤ يعني ماذا؟ لا أعرف، ولكن هذا ما حدث بالفعل. فترة تهيؤ لتلقي تحفة من الله سبحانه وتعالى. هذه التحفة التي تلقاها بعد تلك الفترة التي أسميها بالتهيؤ، ولعل تعبير لا يكون دقيقا، بعد تلك الفترة الله سبحانه وتعالى أتحف النبي بفاطمة سلام الله عليهما وآلهما. هذه كلمات لنعرف جانبا بعدا واحدا لعله من ملايين الأبعاد لتلك الكلمة العظيمة التي قالها حفيدها سيد خلائق هذا العصر، أشرف مخلوق في هذا الزمن، سيدنا ومولانا بقية الله العظام الحجة ابن الحسن المهدي بن آل محمد صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حيث ورد في التوقيع الشريف الذي نقله الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، الذي نقله الطبرسي في الاحتجاج وغيرهما، الذي خرج على يد عثمان بن سعيد النائب الأول للإمام أرواحنا فداه وسلام الله عليه، وفي هذا التوقيع هذه الكلمة، توقيع عجيب طبعا، هذا التوقيع الشريف يتضمن مفاهيم فيها ما لا تتحمله بعض العقول، أقول بعض العقول من المؤمنين لا غير المؤمنين، غير المؤمنين لا يتحملون كل هذا التوقيع. في هذا التوقيع الشريف، في مقطع من آخر هذا التوقيع الشريف، يقول الإمام أرواحنا فداه: وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. بقية الله الأعظم يقول: أنا لي أسوة بأمي فاطمة. أيضا هذا جدا عجيب، إذا عرفنا من هي فاطمة، معرفة حقيقة فاطمة مستحيل، معرفة ما نتمكن أن نعرف، نعرف جانبا من هذه الكلمة. إذا عرفنا بعض ما يرتبط بنورها، نعرف قوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. وفي الأحاديث الشريفة المشكات فاطمة صلوات الله عليه. نعرف جانبا مما ورد في الأحاديث العديدة حتى على لسان أعداء أعداء فاطمة، أن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها بهذا الجسم، لا نتحدث عن نورها، لا نتحدث عن روحها، لا، جسمها الذي ظاهره جسم عادي، وجهها الذي ظاهره وجه عادي، بهذا الوجه الذي ظاهره وجه عادي، كان في هذا الوجه الشريف نور يكشف أصغر الأشياء في الليل،
أصغر الأشياء يكشفه في الليل، يعني ليس نورا عاديا. اللهم صل على محمد وآل محمد. باعتراف أعدائها، بل باعتراف أعدى أعدائها، نور. هذا الجسم الظاهري فيه حتى نور ظاهري، ناهيك عن ذلك النور الذي في طينة هذا الجسم. أبارك لكم الذكرى العظيمة لهذا الاستثناء، ذكرى ميلاد الصديق الكبرى سيدة نساء العالمين، ابنة رسول الله وحبيبته وروحه التي بين جنبيه، الصديق الكبرى سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذه المباركة التي بها يعتق المؤمنون من النار، التي بها يدخل المؤمنون إلى الجنة، بحقها أن لا يحرمنا من بركاتها، أن يعتق بها رقابنا من النار، وأن يدخلنا بشفاعتها إلى الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.